هنشوف دلوقتي تقرير عن ذكرى الرائع الراحل يعني رحل بجسده فقط وباقي في أعماله من أحد عباقرة السينما المصرية الفنان سراج منير، اللي النهاردة 13 سبتمبر وذكرى وفاته. سراج منير على فكرة هو شقيق كل من فطين عبد الوهاب وحسن عبد الوهاب، طبعا زوج الفنانة ميمي شكيب، كان دارس إخراج في ميونخ، وكان على فكرة نقيب الممثلين في الخمسينيات. الحقيقة سراج منير اشتهر بأدوار عديدة جدا، بس كان أبرزها يمكن أدوار الاستغلالي والانتهازي وأدوار الشر. كان ليه طابع كده مميز ما ينفعش أنت تتضايق منه حتى لو هو بيعمل دور شر. في نفس الوقت برع في الافلام الكوميدي، مثل في فيلم الزينة بالصمت مثلا، ومثل طبعا احد اشهر ادواره عنتر ولبلب وسي عمر، دهب، نشاله هانم، ابن زوات، وكان بيعمل ديو يعني جميل جدا وطبيعي جدا وتلقائي جدا مع زوجته الفنانه الراحله ايضا ميمي شكيب. تعالوا نشوف تقرير نهايه الاسبوع عن الراحل سراج منير ونرجع لكم حالا وسكن كريم. فنان اشتهر بأدواره الجادة في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، ودارس للطب منحه الفن الشهرة وسلبه الحياة، إنه الفنان سراج منير عبد الوهاب. الله يعاني، لا أهل حيلة ينط بها كل يوم دلوقتي. ولد الفنان سراج منير في 15 من يوليو عام 1904 لأسرة ميسورة الحال، حيث كان يعمل والده عبد الوهاب بك حسن مديرا للتعليم في وزارة المعارف، وشقيقا للمخرجين السينمائيين حسن عبد الوهاب وفطين عبد الوهاب. درس الفنان سراج منير بالمدرسة الخديوية بالقاهرة، وفي المرحلة الثانوية أظهر ميولا أدبية، وانطلقت موهبته التمثيلية على مسرح مدرسته، وأسندت إليه بطولات مسرحية شاركت في مسابقة المسرح المدرسي، وفي كل عام كان يفوز بكأس المنطقة التعليمية في التمثيل. وكانت دراسة الطب حلما يراود والد الفنان سراج منير، فأرسله إلى ألمانيا لدراسة الطب في عام 1918، وسافر تنفيذا لرغبة والده رغم حبه الكبير للفن. وفي أحد النوادي الألمانية تعرف الفنان سراج منير على مخرج ألماني سهل له العمل في السينما الألمانية بمرتب ثابت، وبدلا من العكوف على دراسة الطب أخذ يطوف استوديوهات برلين عارضا لموهبته، ومن ثم صرفته السينما عن دراسة الطب وهجرها لدراسة السينما مع المخرج محمد كريم. وبعد عودته لمصر تفاجأت أسرته بدراسته السينما بدلا من الطب، فأصيب والده بصدمة أدت لوفاته في اليوم الثاني بعد وصوله من ألمانيا. وبعد طرد أسرته له عمل مترجما في مصلحة التجارة لمدة 5 سنوات، إلا أن حنينه للتمثيل جعله ينضم لفرقة رمسيس مع يوسف وهبة، ثم اختاره صديقه القديم المخرج محمد كريم لبطولة أول أفلامه السينمائية زينب الصامت أمام الفنانة بهيجة حافظ، وسرعان ما توالت أعماله المسرحية منها سي عمر مع نجيب الريحاني، وقام ببطولة 18 عملا منها فيلم عنتر ولبلب. ده انا معرفش اسوق بسكليت. ايه هو انت؟ لا خيالي الالم السابق الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا جعلت لشخصيته توازنا يتناسب مع وسطه الاجتماعي بعد تركه مجال الطب. على ايدي ما تخرش الميه. وفي عام 1942 تزوج الفنان سراج منير من الفنانة ميمي شكيب بعد قصة حب كبيرة، وجمع الزوجين العديد من الأفلام منها الحل الأخير وابن الذوات وكلمة الحق. أحسن أصحيح بطريقة ما تزعجوش. إزاي؟ نتكلم سوا بصوت عالي يقوم يقلق ويصحى لوحده. وفي فترة ما تدهورت أحوال السينما، فقرر إنتاج فيلم حكم قرقوش، وكلفه وقتها 40,000 جنيه، وكان مبلغا ضخما، لكن الفيلم لم يحقق سوى 10,000 جنيه فقط، فاضطر لرهن منزله الذي بناه ليكون عش الزوجية مع الفنانة ميمي شكيب، فلم يتحمل الخسارة وتوفي بالذبحة الصدرية في 13 سبتمبر عام 1957 عن عمر يناهز 57 عاما.